نبدأ الآن سلسلة الطلقات الأولى للبارود، ونطلب من السيد المقدم الشعبي حسان عن جماعة بني ملال أنه يتفضل. بسم الله. نطلب من السيد المقدم الياقوت رشيد عن جماعة بني ملال يتفضل في الحلقة الأولى. نطلب الآن من السيد المقدم كعموش والعيد عن جماعة قصب التادلة يتفضل الطلقة الأولى. نتائج الطلقة الأولى بالنسبة لصربة الشعبي حسن 15 نقطة، بالنسبة لصربة الياقوت رشيد 17 نقطة، بالنسبة لصربة كعوش والعيد 13 نقطة. بعد تقريب سنمر إلى الطلقة الثانية.
إذا بسم الله على بركة الله نطلب من المقدم السيد شعبي حسن عن جماعة بني ملّا ليتقدم تلقى ثانية. إذا نطلب من المقدم السيد الياقوت رشيد عن جماعة بني ملال يتقدم الطلقة الثانية. نطلب الآن من السيد المقدم كعموش والعيد عن جماعة قصب التادلة يتقدم طلقة ثانية للبارود. مع نتائج الطلقة الثانية، صوت شادي حسن 14 أونص، يعقوب رشيد 15 نقطة، كعموش والعيد 15 نقطة. بعد قليل سنمر إلى الطلقة الثالثة. إذا بسم الله السلسلة الثالثة للطلقات كناديو على المقدم السيد شعبي حسن جماعة بني ملال تقدم طلقة ثالثة.
كنطلبوا من المقدم السيد الياقوت رشيد جماعة بني ملال اللي تقدم تلقى الثالثة. نطلبوا الآن من المقدم السيد كعموش والعيد جماعة قصب التادلة يتقدم تلقى الثالثة. والآن مع نتائج الطلقة الثالثة والأخيرة لفئة الكبار. الشعبي حسن 13.5، الياقوت رشيد 14 نقطة، كعموش والعيد 14 نقطة. نتائج مباراة الكبار. المرتبة الأولى صرفت الياقوت رشيد جماعة بني ملال 67 نقطة. المرتبة الثانية شعبي حسن صربت شعبي حسن جماعة بني ملال 63.50. المرتبة الثالثة كعموش والعيد جمعية شباب عيد الرحيل للفروسية التقليدية جماعة بني ملال 62.50.